السلام عليكم. بعد الحمد لله كاين واحد الاقبال على المنتوج المغربي كامل، مشات تونيات الفوقيه الجلابه، الناس كيسولوا على السلام. وثاني حاجه بغيت نقولها لك، ان شاء الله غنضربوا ان شاء الله اسبانيا ان شاء الله، وغنوليو في واحد هيستيريا اخرى ان شاء الله، وكل شيء مزيان الحمد لله هاد الساعه، وديما مغرب وتالفينا ان شاء الله مع الارجنتين. حنا هما اللي غنكدوا ليونيل ميسي ان شاء الله التنكيده الاخرى، وغنطفيو التلفازه ان شاء الله. كاين اقبال، كاين الناس تيجيو جاو الصباح باش يتقداو مولداتهم، كاين الاقبال على تنتمناو المنتخب ان شاء الله غدا ينتصر على المنتخب الاسباني باش يردوا لهم هذاك الشيء اللي كانوا داروا لنا في روسيا، لا هما ولا البرتقيس. تنتمناو ان شاء الله يكون الخير، وعندنا ان شاء الله اليقين بانه غادي يربحوا ان شاء الله. ورا سلافو كارا اللي قالها يقد عليها. تنتمناو المنتخب الوطني الربح ان شاء الله، وعندنا احساس وغنربحوا ان شاء الله باش نردوا الدين دي حيت ربحونا هما بالاربيط. وتنتمناو ان شاء الله ندوزوا للدومي فينا. حنا جينا باش ناخذوا التونيات لوليداتنا ولينا حنايا باش نشجعوا ان شاء الله المنتخب المغربي غدا ان شاء الله، عنده مقابله حاسمه مع اسبانيا. وبانكم كل شيء تعرف بان 2018 كانت عندنا مقابله مع اسبانيا، وتنتمناو من الله باش لاسلافوكا ان شاء الله يكون موفق في هذه المقابله مربوحه ان شاء الله، ومربوحه ان شاء الله باذن الله. انا جيت من درب السلطان، وكاينين الناس تيجيو من بلايص بعيده تيجيو، حيت راه كيعرف بني مكيل، بني مكيل راه معروف باللوازم الرياضيه وفي هذه المناسبات معروف على الصعيد العالمي ماشي على المغربي. وتتمناو من الله ان شاء الله بان غدا تكون مقابله مزيانه وتكون نتيجة في الصالح ديالنا باذن الله. حنا ما نطلبوش شي حاجه كثيره من الركراكي، لانه بصراحه دار اللي عليه ووصلوا النتيجه مزيانه، والجمهور المغربي كله فرحان به، وتنتمناو من الله باش تكون النتيجه ايجابيه، والله يوفق الركراكي ووليداته. السلام عليكم. كنتمناو من عند الله، كما حنا عيالات في هذا السن هزاتنا الروح المغربيه، المنتخب ديالنا هز لنا الرايه المغربيه في وسط من الدول واعترفوا بمغرب. كنتمنى من الله يعاون زياش ويعاون حميدي ويعاون بوفال، وكنطلبوا من الله سيدنا الله ينصرو. حنا راه كنفتخروا بالمغرب وعندنا روح مغربيه، حنا عيالات النساء كنهزوا الرايه المغربيه ملي كتربح الماتش، وكنخرجوا للشوارع كنهزوا الرايه المغرب، كندعيو معاكم كنصليو وكنقول لكم الله يربحكم، عاش المغرب. حنا كنبيعوا ونشريو وديما المغرب، والله يعاونكم وليداتنا سياش النصيري ابو فال، الله يعاونكم. حمرتوا لينا وجهنا، الله يخليكم لوالدكم، رفعتوا لينا الرايه المغربيه، وعاش الملك وعاش المغرب. غدا ان شاء الله راه غتكون واحد الريزولتا اللي غتكون هي جوج لواحد، اللي غنقريهم واحد القرايه اللي ما عمرهم عرفوا كره القدم المغربيه. مصباليون تيكي تاكا، وحنا عندنا واحد الكره معادنا مع راس، عندنا راس لافوكا. اش نقول لك اللي قرى لي العالم بالتاكتيك ديالو بالديفونس ديالو باي لعبه، والدراري رجال تبارك الله عليهم، وكنتمناو لهم حظ موفق. اسباليون ما اسباليون فرقه بون ايكيب، فرقه كبيره، ولكن المنتخب حتى هو لا تاق في راسو تاق في العناصر اللي عنده، راه هما راه تبارك الله راه ماشي طالع النيفو عليهم، النيفو ديال المغرب احسن من النيفو ديال اسباليون. اسباليون راه كان لعابه كبار كاع، وعطيناهم قرايه في روسيا قرايه اللي واعره، ولكن هذا المنتخب هذا تبارك الله هذا بالطاقم ديال الطاقم التقني ديالو اللي جات كما قال سميتو امرابط، اللي جا مرحبا به، اللي جات بسم الله، صافي هادشي اللي كاين. والمغرب ودوله قطريه عربيه بحال منظمين بحال لاعبين في دونور، حنا ما عندناش المشكل، حنا يعطيونا التيكيت ومرحبا بهم. المنتخب المغربي هو اللي خلانا نقوموا بالواجب هذه، علاش؟ حيت كون تقصى ما كناش غادي نبيعوا ونشريوا في التونيات هادو. المهم انا راه وسباتا كنطلع لبين بكيد كنبيعوا بالجمله لصحاب الطوابل هنايا والحمد لله. وبالنسبه لراس لافوكا اسبانيون راه غيضرب ان شاء الله، وان شاء الله يكون الفيكتوار، ونتمناو يا ربي نجيبوا فرح بشابه ان شاء الله. كاين الاقبال على التونيات بزاف، بالنسبه للدراري الصغار الكبار اي كاين الاقبال هذا العام بزاف، حيت راه من 89 متاهلوا للدور السدس. الركراكي انا ودادي اول حاجه الركراكي راس لافوكا تحياتي، عنده واحد الطاكشيك اللي بزاف، تحيه للنصيري اللي كانوا كيسبوه بزاف اللي عطى واحد المجهود اللي شي حاجه انكرويابل. المهم الدراري كاملين تبارك الله مجموعه واحده كما كيقولوا حنا فاميلي عائله، والمهم ان شاء الله يكون الخير وراه مربوحه ان شاء الله. ان شاء الله المنتخب الوطني غادي يتاهل
والركباكي ان شاء الله غادي يلعب بواحد الخطه باش نفوزوا ان شاء الله وندوزوا للربع النهائي، وان شاء الله المغرب ديالنا غادي يوصل حتى للنهائي ان شاء الله باللعابه ديالو الحماس، ونتمناو من الله سبحانه وتعالى باش يعاوننا ونوصلوا للنهايه ان شاء الله والفوز ان شاء الله للمنتخب المغربي.